هذا الفيديو بس بدي أحكي بناء يعني تعليق على الكومنت هاي اللي وصلتني، أو هي مش كومنت، على المسج اللي وصلني في الدي أم. مرحبا، كيفك؟ أهلين، تفضل، كيف ممكن أساعدك؟ أنا رحت على الجيم أتمرن وصلي شهر وما طلع لي عضلات. يعني هاي أول كومنت، هاي أول كومنت. أنت وين متخيل في أي، يعني لساتك عايش ورا حجر تحت الحجر؟ أنت وين لسه إنه أنا صلي شهر وما طلع لي عضلات؟ مين فكر حالك؟ يعني حتى الناس اللي بتاخد استيرويدز بيقول لك حتى كورس الاستيرويد بده من ست أسابيع، 8 أسابيع ل 12 أسبوع عشان الواحد يبين عليه إشي. وهذا هو ماخذ انهانسمنت، هو باخذ أشياء تحسنه. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية بتقول له مثلا بيلزمك أكثر منك من 3 شهور ل 6 شهور عشان يبدأ يبين عليك، خصوصا إذا أول مرة عمالك تتمرن. طيب ماشي، كلمتين ثلاثة بتقول له طيب بدي أسجل معك أونلاين، سجل معي أونلاين، بس فلوس ما في. إيش إيش انفاتح أنا تشاريتي بالنسبة لإلك؟ يعني أنا بدي أحكي هلأ بناء على عني وعن كل المدربين والمدربات واللي بيشتغلوا بالنيوتريشن، كلهم كل واحد قاعد على الأونلاين عماله بحط لك فيديوهات، عماله بيشتغل عليهم، عماله بيشتغل على الإديتنج، يا هو بيشتغل على الإديتنج لحاله يا انه بيشتغل مع حدا يشتغل له على الايديتنج، يعني بيدفع له فلوس عشان يظبط له ويعدل له الفيديوهات تبعته، غير اذا دفع لمصور عشان يعمل له الفيديوهات ويظبط له اياها. ماشي، غير عن انه ماخذ من وقته، يعني هو مش شغال هلا مع كلاينتس عشان يصور فيديوهات عشان يطلع لك اياها عشان سيادتك بالاخر تقول له ما مش عارف شو الكلمه اللي وصلتني من اي دوله، ما فلوس. يعني شو متوقع انت؟ انا كاتب لك، هاي روح عندي على البايو، شو كاتب؟ انا كاتب كوتش واونلاين كوتش هازبند فادر. ماشي، يعني انا اب، يعني انا عندي عيله، يعني عندي ناس مسؤوليات وراهم، وراي اني ادفع لهم. فانت ليش مفكر انه المدرب فاتح تشاريتي؟ انا هل انا كاتب لك انا فاتح تشاريتي؟ هل انا كاتب لك انه هاي مؤسسه خيريه؟ أنا كاتب هون أنا مدرب، مدرب هذا شغل، ترى شغل زيه زي الدكتور زي المهندس زي كل شيء. بالعكس إحنا شغلنا كمان 3/4 المدربين الفيزا والتأمين الصحي والسيارة والمواصلات، كل شيء بيطلع منك أنت كمدرب. عشان تيجي أنت سيادتك أبو راس مدعبل تيجي تقول لي ماكو فلوس؟ يا أخي خلي عندك دم، خلي عندك شوية حياة، ما معك فلوس. طب بلاش احكيها كمان شغله، ماكو فلوس، طب كيف بدك تروح على الجيم؟ ماكو فلوس، ما معك فلوس، كيف بدك تروح تسجل في جيم؟ كيف بدك تجيب الاكل المناسب اصلا؟ ما هو معروفه انه هاي اللعبه والفتنس بدك اكل معين فيه، وبدك اذا بدك تعمل بولكينج، سيادته الاخ كان بده يعمل بولكينج، بده يضخم. طب ما انت بدك تضخم بدك تاكل كميات من الاكل، بدك تاكل اكل نظيف، بدك تجيب بروتين، بدك تعمل مليون قصه عشان بالاخر يصير عندك جسم. ما بحكي انه طبعا الموضوع رح يلزمك فلوس كميات مهوله، بس يعني البيسكس خلينا نحكي. وانا حاطط لك برنامج وقايل لك روح على ارخص برنامج عامل لك اياه، اللي هو بسعر سندويشه شاورما اللي سيادتك بتروح بتطفحها وبتعلفها زي الفخيته زي الباره وزي الدب، وراح احكيها بتروح زي الدب، بتروح بتاكل اكل زي العمى زي الزباله، بضرك وبضر صحتك وبضر كل يعني كل إشي غلط مستعد انت تعمله وتدفع عليه فلوس. لما واحد جاي يحط لك برنامج مدته 3 شهور سعره يا دوب سعر الزبايل اللي عمالك بتاكلها، جاي تقول له ماكو فلوس؟ ما انت انا شايفكم كل يوم بتروح على الشيشه وبتروح على القهوه وبتنزل ارجيله، والارجيله يعني هاي حق الارجيله اللي بتنزلها انت سيادتك كل يوم، وباكيت الدخان اللي حامله بجيبتك، ما هو حقه من حق البرنامج تقريبا، حقه حق باكيتين. معطيك برنامج 3 شهور بحق ارجيله انت ممكن تارجلها برا في اي مكان فيك يا دبي، وارخص حتى كمان. فانت جاي تحكي ماكو فلوس؟ يا اخي خلي عندك دم، يا اخي استحي على وجهك، مش طبيعي الموضوع. بس خلينا نيجي للنقطه الاساسيه، انت عمالك بتدفع على كل اشي زبالة ممكن يضرك، عشان بالاخر طبعا بعد ما يضرك حتروح للدكتور وتقول له، راح تروح للدكتور تقول له ماكو فلوس، ولا حتحط اللي فوقك واللي تحتك وحتدفع فلوس؟ انا عم بدفعك عشان صحتك تتحسن،
انت حتروح بالاخر عند دكتور تدفع لفوقك واللي تحتك على فلوس على صحتك من الضرر اللي انت سببته لحالك بالاخر. لا تيجي تحكي معكو فلوس يا اخي، احكي لك ما تبعت ليش، ما تبعت لي معكو فلوس، ما بدك تشترك احكي لي برنامجك غالي، احكي لي انا مش واثق فيك كمدرب، يا سيدي مش عاجبني شكلك، انت لحيتك مضايقتني، اللي بدك اياه احكي. بس ما تيجي تقول لي ماكو فلوس، لانه انا عارف انه انت قاعد على الانستغرام بتقلب، يا سيدي ما معك فلوس وقاعد على الانستغرام بتقلب، روح اشتغل شغله تفيدك في حياتك تعمل منها فلوس تشتري منه البرنامج. منيح هيك؟ مش هل انت مفكر انه كل المدربين هذول اللي شاري مثلا كاميرا، يعني حتى لو كاميرا صغيره، هل مفكره راح لمحل الكاميرات وقال له ماكو فلوس، قال له ما معي فلوس، ما معي مصاري ادفع لك؟ ما هو راح دفع حقها وشراها عشان يصور لك برنامج، راح للإديتر قال له ماكو فلوس، راح للفيديوغرافر والمصور قال له ماكو فلوس. يعني هل انت بتروح على محل، هل بتروح على مطعم؟ انا اسالك سؤال، عمرك رحت دخلت على مطعم وقلت له اعطيني وجبه بس ماكو فلوس، ما عندي فلوس؟ يا اخي مخ شغلوه، مشان الله شغل مخك. انا انضغطت من هذا الموضوع وبدي احكيه بصراحه، واللي بده يزعل يزعل، بده يعمل لي انفولو يعمل لي انفولو، واللي بده يستفيد يستفيد. اذا ما معك فلوس روح اشتغل لك اي شغله واعمل فيها فلوس، في مدربين كتير غاليين وفي مدربين كتير رخاص، بس بالاخر المدرب حيدفعك حق وقته وحق خبرته وحق المعلومات اللي عماله بعطيك اياها، لانه بيختصر عليك وقت بدل ما تروح تاذي حالك. طبعا بس تاذي حالك ويضرب معك الديسك، حتروح على دكتور تعمل MRI وتعمل فيزيوثيرابي وتعمل 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 وتعمل، هذا كله حتدفع له وانت مبسوط طبعا اكيد. بس لما يجي مدرب يبعدك عن كل هاي الامور ويعطيك الطريقة الصح والفورم الصح، بدك كل شيء فري، اي حدا مستعد يفيدك في الحياة بدك اياه فري، الناس اللي بتنصب عليك بتروح تدفع لهم عادي.